نحن فريق أمان فلسطين نقوم اليوم بتدشين مشروع توزيع لحوم الأضاحي للعام 1441 للهجرة و2000 الموافق 2020 ميلادية، دولة اليمن محافظة الحديدة، على الأسر الفقيرة والمحتاجة والأشد فقراً والأسر النازحة بسبب الحرب. نشكر كل من ساهم بتمويل هذا العمل الخيري والذي أدخل الفرحة والسرور على قلوب المستفيدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أضحياتهم في ميزان حسناتهم وأن يبارك فيهم وفي أموالهم وأولادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يبارك فيكم ويتقبل منكم ويسعدكم وتفرحوا أولادنا باللحمة ولحمة حالية. الله يدي لكم العافية.